اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في الجنة. جعل في مجلسنا هذا أحدا أعلى وتوزع ما أنت ومسك موبه وأسدد بنداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية. اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فضلك هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا رسولك ايمانا قبلا وارزقنا به يوم القيامه مقاما قبلا. اللهم اجعلنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا.